ونعم الله لا تعد ولا تحصى. أي والله ده ربنا قال وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. من نعم الله علينا إنه رمضان مش بس شهر الصيام وشهر تلاوة قرآن وشهر، لا لا لا، ده كمان شهر إيه؟ شهر انتصارات. والله العظيم يا كرم الله علينا، نصرنا في رمضان وأكرمنا ربنا سبحانه وتعالى، وإحنا 10 رمضان، يوم 10 رمضان ما ننساش كلنا حرب التحرير، لما كان العدو الغاصب اغتصب مننا أرض سيناء الحبيبة، أرض سيناء وطئتها أقدام الأنبياء. أنتوا عارفين أن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وهو في رحلة الإسراء مسافر من مكة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، مش كده؟ كان مسافر بإيه؟ بالبراق مع جبريل. إيه البراق ده يا سيدنا النبي؟ قال ده دابة فوق الحمار أعلى شوية ودون البغل أقل من البغل، لونه أبيض، البراق ده لونه أبيض. الدابة دي تضع حافرها عند منتهى بصرها، يعني تقريبا سرعة الضوء. وهو في الطريق من المسجد الحرام للمسجد الأقصى بفلسطين، أول محطة جبريل قال له انزل صلي هنا 2 ركعات. فنزل صلى كده مكان في نخل، فقال له ديت طيبة، دي المدينة انت هتهاجر ليها اللي هي المدينة المنورة يعني. مشي كمل الرحلة، نزل قال له يا محمد انزل صلي في هذا الوادي، في هذا الوادي انزل صلي في هذا الوادي. نزل النبي صلى، قال له تعرف ايه الوادي ده؟ تفتكروا ايه الوادي ده يا حضرات؟ اللي هو الوادي المقدس اسمه طوى، اللي موسى بن عمران رئيس انبياء بني اسرائيل عليه الصلاة والسلام، سيدنا موسى اللي ربنا قال له يا موسى اني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي، اللي ربنا قال لموسى وانا اخترتك، وهو في سيناء في الوادي المقدس اللي هو اسمه طوى، ها ربنا قال لموسى اخلع نعليك انك بالوادي المقدس طوى، هو وادي مقدس لقدسيته واسمه طوى. وفي موضع اخر ربنا يقول ايه؟ ها في البقعة المباركة، دي ارض مباركة. تخيلوا بقى ان الارض المباركة دي اللي هي سيناء كانت اغتصبت مننا، العدو الصهيوني اغتصبها مننا فترة من الزمن، ربك عالم بينا بالآباء والأجداد وانتصروا وعبروا وصانوا الأرض والعرض، جزاهم الله عنا خيرا. اللي استشهد منهم نحسبه في عداد الشهداء، والشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، هنيئا لهم، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تحية، والله تحية من أعماق قلوبنا لشهدائنا الأبرار اللي عبروا القناة والساتر الترابي اللي هو خط بارليف، والقناة مية مية كان فيها أنابيب نبلن، عبروا كل ده وبعزيمة قوية وبإيمان قوي. يوم 10 رمضان ناس صايمة في شهر رمضان، وشفنا صور للجنود، جنودنا البواسل ماسكين المصاحف في الجبهة وإيمانهم بربنا، وعبروا وبيقولوا الله أكبر. والله العظيم حق لنا أن نفرح بهذا اليوم، ربنا علمنا الفرح بالنصر. قال ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. وهو تحرير سينا، تحرير سينا فضل وخير لكل مؤمن. أرض سينا وإن كانت أرض مصرية لكنها أرض لها قدسيتها، بركة إحنا بنفخر بها كمصريين، لكن كل أشقائنا العرب جزاهم الله خيرا طبعا يفرحوا لينا، وده نصر للمؤمنين كلهم، لكل المؤمنين. لما ربنا ينصر المؤمنين الصالحين على الصهاينة المغتصبين
المعتدين كل مؤمن بيفرح بهذا النصر. ده زمان الروم والفرس كانوا بيحاربوا بعض. ايه الروم دي؟ اهل كتاب، اصحاب رسالة، نزل عليهم كتاب سماوي من عند ربنا. الروم. طب ايه الفرس دي؟ مجوس كانوا بيعبدوا النار. فهما الروم بيحاربوا الفرس، طب احنا مالنا؟ هما بيحاربوا بعض. فالفرس هي اللي كسبت الروم، الروم اتغلبت. يعني احنا المسلمين زعلوا. ربنا بيقول ايه؟ ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض. فربنا بيطيب خاطر المؤمنين، بيقول لهم ايه؟ غلبت الروم في أدنى، وهم من بعد غلبهم سيغلبون. ما تزعلوش يا مؤمنين، ده الروم هتكسب، الروم هتكسب، الروم لأنهم أهل الكتاب. ينتصروا على اللي بيعبدوا نار. وبعدين ربنا بيقول ايه بقى؟ وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. احنا فرحنا ان ربنا نصر اهل الكتاب على المجوس. الحمد لله ربنا نصرنا في حرب التحرير يوم 10 رمضان، والجنود البواسل عبروا القنال وخط بارليف وانتصروا على الجيش الصهاينة اللي كان يقول لك الجيش الذي لا يقهر. لا والله ما فيش حاجة تقهر، طالما قلنا الله أكبر يبقى حيقهر. شوف، لأن ربنا قال في القرآن إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا، لأن ربنا قال في القرآن وكان حقا علينا نصر المؤمنين. سينا دي، سينا دي غالية، سينا دي أرض الفيروز، سينا ده فيها جبل الطور. تعرفين جبل الطور ده حضارات؟ أقل جبال الأرض طولا، وإنه لأعظم عند الله قدرا ومنزلة. ده من أعظم الجبال قدرا عند الله. ليه يعني جبل الطور؟ لأن ربنا أقسم به. الله عظيم، لا يقسم إلا بعظيم. فربنا قال والطور وكتاب مسطور. واحد قال لا، والطور ده ومين قال إن ده الطور بتاعكم؟ ده طور في حتة تانية. فربنا قال والتين والزيتون، ها، وطور سينين. انتوا متخيلين حضراتكم؟ عشان بس تعرفوا قد ايه تستشعر نعمة ربنا انه ينصر المؤمنين الصالحين على البغاة المعتدين. انت متخيل حضرتك ان دي البقعة الوحيدة في الكرة الارضية، في سينا البقعة الوحيدة في الكرة الارضية. ركز معايا، اللي شافت نور ربنا. ما نقرأ في القرآن سيدنا موسى بيقول لربنا أرني أنظر إليك، ربنا قال له لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. بتنتظر إيه؟ بقعة أرض شافت نور ربنا. عشان كده والله العظيم الحمد لله ربنا يحفظ مصر دوما وسائر البلاد محفوظة ميمونة. البلد دي محفوظة وميمونة. لما يوسف عليه الصلاة والسلام يقول ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ربنا كتب لها الأمن. زي ما قال عن البلد الحرام ومن دخله كان آمنا، أهي مصر محروسة، مصر بلد آمنة. اللهم لك الحمد أن نصرت الآباء والأجداد وجدودنا وجنودنا البواسل في حرب التحرير في 10 من رمضان.